السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه وصفه افكار. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون بالف صحه وعافيه. كيف دايرين الوليدات مع امتحانات؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله غنوريكم طريقه تقلي الفلفله بطريقه صحيه بدون زيت، ويعني ما كتاخذش الوقت بزاف، وبطريقه يعني بسيطه وزوينه بزاف. نتمنى ان هذه الطريقه اللي ندير تعجبك اختي. الا عجبتك الطريقه ما تنسيش ديري لي واحد لايك، ولا كنتي اول مره كتشوفي هذه القناه ما تنسيش تشتركي فيها وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركه الله. بالنسبه للفلفله انا ديت حمراء وخضره، المهم جميع الانواع تقدري ديريها تقليها بدون زيت. بالنسبه ليا غنديرها في آلة بانيني، ولا ما كانتش عندك ديريها في الشوايه، مهم اولا ديريها في الفران بدون زيت بلا ما تدهنيها، هي راه كتطلق الماء وكتذوب وكتولي رطبه. نبداو على بركه الله. الآلة هي هذه، وما تنسيش اختي ان ماشي ضروري تكون عندك هذه الآلة، يعني تقدر تكون عندك مقله ما كتلصقش ديري فيها الفلفله، يعني تقدري تقطعيها على جوج او على ثلاثه طولي وتحطيها، وما ديريش فيها الزيت، خليها هي راه كتطلق الماء كتطلق وكتذوب. اولا تقدري الا خفتي يعني ما كتلصقلوش حاجه تقدري دهنيها غير شويه بالشيته وخليها محطوطه وغطي عليها، ملي كتغطي عليها راه كتطلق الماء بدون زيت. خصوصا اصحاب الريجيم كيبغيو داكشي بالقليان، تفكو تخليها هكايا بلا ما نقسمها، خليها غير بحال ما هكا صافي. وكاين بعض الاخوات اللي كيشدوها تيديروها فوق البوطه، البوطه ما مزياناش فيها الغاز، يعني كتدخل في 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 الفلفله تدخل فيها وانت، ومن بعد تيديروها في البلاستيكه، من البوطه للبلاستيك، البلاستيك تاهو ماشي صحي باش تطيب. علاش نخليه؟ المهم ديك الساعه ملي كطيب تقدري، الا درتيها كاع في البوطه تقدري تقشريها ديك الساعه، لا دا يعني تخشيها في الميكا وتاني، وديك الميكا والله شنو فيها كتسدو على داكشي. يعني حنا كنتبعوا حويجات ديال الامهات ديالنا واجداد ديالنا كيديروها، ولكن ماشي مزيان ماشي صحيه وماشي ماشي نتبعوا الفكره وهي غلطه، كنقولوا حكا ما كديرها ولا جده كديرها ولا ديروها، خص حنا نصحوا الاغلاط ديالهم، كيديروا شي اغلاط وحنا كنتبعوهم في الاغلاط ديالهم، حنا خصنا نصحوها ماشي نتبعوا. المهم الميكا ما ديروها، ما ديروش فلفله في الميكا، كاين تفاف فوق البوطه، ولا تقدري تشويها في الفران كما قلت لكم. يعني واحد خصو ماشي يتبع هكا والديه تيديروا، تتبعوا افكار مغلوطه، يعني صافي والديه مادام تيديروها يعني راه صحاح، لا تقدروا تكونوا نتوما غالطين صافي. انا راه الوالده ديالتي كانت كديرها ولكن ما تبعتهاش، يعني ماشي نفس الغلط نديرو. هذه بعض النصائح افكار يعني بالنسبه للمبتدئات باش حتى هما ماشي يشوفوا يعني الوالده ديالتهم تدير شي حاجه وكيقولوا صافي راه هادشي راه اللي دارت راه دارت الوالده ديالتي راه صحيح. دائما تفكروا، حتى نتوما عندكم عقل تفكروا واش داكشي صحيح ولا ماشي صحيح. المهم ماشي كنحرشكم، هذه نصائح، المهم خليوها هكذا حتى كتذوب، كتبقاي غادي وكتنقص وتشوفوا من بعد كيفاش كتجي. كما كتشوفوا ها هي الفلفله راه كيخرج منها الماء وكينزل من هاد البلاصه كما كتشوفوا، مسحوا ها نتوما رجعات يعني بحال مقليه، نقد نزيد مازال طيب هاد البلاصه ما طيباش، قلبها بحال هكا تبقاو تقلبوا فيها الشكل، يعني بدون زيت الماء اللي كيكون فيها هو اللي تيخليها طيب. بالنسبه لي عندكم شي بحال دابا هذه غندير واحد الزلافه هنايا باش تعمر بالماء باش ما تعمرش الدنيا هنايا صافي، نخليوها عاوتاني طيب تلقاو من بعد. كما كتشوفوا اخواتي دابا راه ما صافي، راه طفيت عليها سخونه خليها حتى تبرد شويه، وغادي نحيدوا لها هاد الزلافه هادي، ما نديروهاش في بلاستيك يعني ما حتى سخون، ملي كتكون سخونه راه دغيا كتحيد، المهم غادي تبرد واحد شويه. ها نتوما تحيد هادي تحيدات السهم نديرهم في الطبيسيل، داك الزيت ورشان ديال الزيت هكدا أولا الفران، يعني هادي هدا أحسن من الفران صافي. من بعد ما كتبرد حيدو لهاد القشرايه، ساهله تحيد لا ميكا، ها نتوما
باردة دابا ماشي زعما سخونة صافي. وديك الساعة كتقطعوها وديروها في سلطات اولا ديروا لها شوية ديال بلا ما ديرها مع اي حاجة كتشوفوا طايب طيب كتحيد نعم بلا ما ديروها في البوطة ديروها غير هكا ولا في الفران اولا غير في شي مقلاة يعني بدون هانتوما انا غنقيها دابا كامله ونطلقهم بعد شويه الشكل ديالها النهائي. والفلفله ديالتنا هي كما كتشوفوها هي موجوده نديروها في اي حاجه في سلطه تعمروا بها كمسمن المهم تخلطوها مع الخضار. نتمنى ان هذه الطريقه تعجبكم كتشوفوا راه طايبه. الا عجبتكم هذه الطريقه ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء. دابا انا خليتها هكا ما درت لها حتى شي حاجه من غنبغي نديروها في الثلاجه كتبقى 3 ايام نهار تبغيوها. بالنسبه للموظفات يعني صابوا الفلفله بزاف ويديروها في بواطات ملي يبغوها كيجيو من الخدمه يما يديروها في وصفات يعني كثيره كل واحد كيفاش كيبغيها كل كيبغيها في البيض كل كيبغيها في الروز كل كيبغيها في الشلاضه المهم ولا في هكا تشرميلها هكا مع البصله مع مطيشه. نتمنى اخواتي تعجبكم ما تنساوش لايك واشتراك في القناه. مع السلامه مع وصفه جديده ان شاء الله وافكار جديده وسهله وبسيطه.